مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية رواد الأعمال. ومثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز ومن زاوية رجال الأعمال والكفاءات. رحبوا معي بالدكتور محمد شافعي، الأونر وصاحب مجموعة تليفوني وكمبيوتري نتورك، وأيضا مجموعة تي سي إن للتجارة العالمية. بداية، أسعد الله أوقاتك دكتور محمد شافعي. أسعد الله أوقاتكم. أهلا وسهلا فيك، ونتشرف حضوركم هنا. أشكرك. يا أهلا وسهلا. أشكرك جزيل الشكر. طبعا دكتور محمد، بالبداية بحب أتعرف عليك وعن قصة حياتك ونجاحك في مجال العلم ومجال البزنس أيضا، ولكن خلينا نبدأها بالعلم، تفضل. طبعا ما شاء الله بدايتك كانت بداية حلوة. أشكرك. لأن العلم هو منبر المنصات لاستكشاف سر النون والإنتاجية، عبر تقديم كيفية الحيل. فسر العلم الفضل يعود إلى والدي رحمه الله. رحمه الله. والفضل أيضا لوالدتي، الله يطول بعمرها. الله يطول بعمرها. طبعا رسالة شكر وتقدير لوالدتك. نعم. دكتور. نعم. تفضل. والفضل يعود لمدرسين وعلماء أجلاء أخذت عنهم العلم الذي جمعني لتقديم ما تعلمت. نعم. وإرسال وبث الأجيال القادمة. نعم. وأخيرا جامعتي، بعد ما قلت جامعة والدي وجامعة والدتي وجامعة أساتذتي، جامعة حكام الإمارات. نعم. ومعظم الأجلاء في الدول العربية بشكل عام، وخاصة حكام الإمارات بما فيهم الشيخ زايد رحمة الله عليه والشيخ راشد رحمة الله عليه. نعم. وغيرهم جميع الحكام بدون استثناء. وإحنا كعائلة هندية نعيش على أرض الإمارات الطيبة من 1952، وما زلنا نحتفظ بالجواز الهندي لأننا في أرض لا يفرق بين العربي أو العجمي. نعم. أو بين العبري أو الغربي. نعم. وهذه ثقافة غير موجودة إلا في بقاع محدودة من الأرض، ثقافة كلها التسامح والتعايش السلمي، اللي هي تعتبر مقومات رئيسية لعجلة سلسلة الاستدامة ومتغيراتها. آسف أن بعض الأحيان، ولو أن سؤالك قصير، ربما ردي سيكون طويل جدا، ولكن أنا مبسوط جدا جدا دكتور محمد بكلامك الرائع. خلينا نتعرف أكثر عن مجال العلم. نعم. اللي هي التدرج بالشهادات لوين وصلنا. نعم. وعن بدايتك بالبزنس، كيف. نعم. بلشت موضوع البزنس معك، تفضل. طبعا الحياة كلها كانت، رغم الحياة كانت كلها في الإمارات، الولادة كانت في أرض ماداي، وبالذات في قرية اسمها متم. ومنطقة ماداي منطقة أقيم فيها صلاة الجمعة تزامنا مع صلاة الجمعة اللي أقيمت في المدينة المنورة عام الرابع أو الخامس أو السادس الهجري، ما يجي على بالي، فلا بد أن نذكر. فهنالك الروضة، كروضة تقريبا، أنا كنت في مدرسة الرحمانية، وهي إن شاء الله بنعزمكم تنزلون عندنا، ضيف شرف على حسابي. أكيد. أكيد. تنزلون في مقاطعتنا، فيها مطار عالمي. الله يجزيك الخير دكتور. ومن أرض الإمارات بدأت رحلتي الدراسية في مدرسة عمر بن الخطاب. نعم. على شارع أبو بكر الصديق، وكلها يعني أشياء، وكأن أنا بالنسبة لي الحياة إنما هي حقيقة. وفي بعض الجهات وكأنها وهم أو إبداع
أو رحلة سينمائية. نعم. فدرست في مدرسة عمر بن الخطاب اللي إحنا كنا ندخل قريب من دوار الساعة. نعم. بدبي. بدبي. نعم. أوكي. كنا ندخل المدرسة ونشوف الرياضة صخرة تحطم سفينة الشهوات. فأشياء كثيرة غرست في أذهاننا. ربما يكون بعض التسلسل الكلامي لأن تدفق الأفكار يتم عبر مختلف الحركات والسكنات التي تمر بها العالم. نعم. سواء وإحنا جالسين في هذه الغرفة، إحنا نسمي هذه الغرفة غرفة كيفياء الحيل والتطبيق. نعم. غرفة كيفياء الحيل والتطبيق. وسامحني على الإطالة بالعكس. والمعذرة عند تكرار اللفظ، إنما الغرض مثل ما كانوا يقولون الغرض البلاغي، هنا الغرض الغرضي، الغاية المثلى، توصيلي ما استفدت وما حاصل عليه من علمائنا الأجلاء لنشر. فيقال أن زكاة المالي 2.5% الزكاة و 7.5% صدقة. زكاة المال 2.5% و 7.5% صدقة. أوكي. إذا أنتم شاكين في الموضوع اسألوا دكتور راتب النابلسي، والله رحمه الأستاذ متولي الشيخ متولي الشعراوي، الله رحمه، يعني مش موجود، فحاليا اسألوا هذا الكلام. 2.5% زكاة و 7.5% صدقة. نعم. أوكي. والباقي تتوزع على العائلة وما حبيتم. فزكاة العلم نشرة. طبعا. زكاة العلم نشرة. وكل واحد يستمد شيئا ما من المعلومة. المعلومة اللي موجودة كأي إنما هي فيها تقريبا أشياء أفقية. بعطيك الكالكوليشن أو فيما بعد، ما أدري يعني شو البروتوكولات الإعلام عندكم، فهاي الحساب عندي موجود. أوكي. إذا ضربناه كذا كذا، أشياء أفقية أشياء عرضية، مضروب اثنيناتهم بيكون 1.6 بليون أوبشن، يعني أي شيء يلفظ هنالك فهم في الإنفينيتي. الإنفينيتي إحنا نسميها بالإنجليزي يعني غير معرف، يعني مجال غير معرف، بس حتى الانفينيتي في الحياة معرف بالدفنت اللي احنا نسميها جوجل بلكس، هذا ألغوريثم خاص بالكمبيوتر. فمن ضمن المشاكل اللي قد تواجه المستمع لهذه الحلقة عن طريق سماء العين، والله يبارك لي استمرارية هذه القناة، أشكرك جدا، وخلها تكون فعلا سما العين، لأن العين لها أسرار طبعا، والاسم سما برضو له أسرار. أشكرك. فمختلف الأسرار الكونية تمدكم بالعجلة الاستدامة بإذن الله. أشكرك دكتور، إن شاء الله ما تفلسلت كثير في الرد. لا بالعكس، كلامك كثير رائع وحلو، أشكرك على كلامك اللطيف. الآن خلينا نتعرف على المجموعات اللي موجودة لدى حضرتك، عن الخدمات اللي أنت بتقدمها. خلينا نحكي للمجتمع الإماراتي أو غير الإماراتي، خلينا نوسع الحلقة شوي. شو خبرنا عن بعض الشركات والنشاطات اللي أنت بتقوم فيها، تفضل. أوكي. هل بإمكاني أستفيد من هذه الأشياء الموجودة؟ طبعا أكيد. أنا العلاقات اللي أنا الأشياء اللي أقدمها حلول لمختلف المشاكل الجذرية اللي احنا نسميها بالانجليزي GRS Grassroot Study. اوكي. في بعض المشاهدين ممكن ما يفهموا المسمى، خلينا نشرح لهم اكثر عن هذا. اوكي. GRS Grassroot Study، دراسة الجذور، تشعبات الجذور او الاعشاب، جذور الاعشاب. هذه كلمة أو يعني لفظ، ربما إحنا نشاهد أمور أحداث قد تكون الحاصل على الطبقة الثامنة أو التاسعة مألوف
لدينا، ولكن هذه الأشياء تتحرك في الطبقة التاسعة أو الثامنة لكون في طبقات ثانية، السابعة، السادسة، الخامسة، الرابعة، الثالثة، الثانية، وهكذا إلى الصفر. ففي الصفر في شغلة اسمها الصفر، الصفر الصغرى والصفر الكبرى، وهذه كلها موجودة في كتاباتنا القديمة. ولا بد أنك ترجع إلى كل هذه الكتب وتستنبط. من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا أكيد. الفقه إنما البعض يعتقدون إنه بس إطار إسلامي ديني، ولكن أنا مثل ما تعلمت من والدي ووالدتي وأساتذتي الأجلاء، الفقه أوكي أجيبها بالإنجليزية اللي هو الفاينكولوجي، الفاينكولوجي اي ايتنتكس كونتم H2L2، هذا الفقه اللي فهذا مو معناته اني اغير كل هذه المدارس اللي موجوده، المدارس الازهريه او المدارس الشاميه او ما شابه ذلك، ولكن ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. فثقافه الاسلام، ثقافه الاسلام تنشر وقابل للاستخدام لجميع الحضارات وجميع الاديان وجميع الافكار، وجميع سواء كانت افكار علميه أو أفكار أدبية أو أيا كانت الأفكار. فسؤالك كان عن النشاطات والخدمات، النشاطات والخدمات. فدراسة الجراس روت ستادي، سستينابلتي تشين مانجمنت وسستينابلتي تشينج مانجمنت. سستينابلتي اللي هو هندسة فلسفة الاستدامة، وفلسفة هندسة الاستدامة سلسلة الاستدامة ومتغيرات سلسلة الاستدامة. هذا اختصاصي. فأحب أن أحلل أكثر قدر ممكن من المشاكل يوميا. أنا يوميا أحب أن أستخدم اللوجيكس. هنالك في اللوجيكس في عندك شيء اسمه Operational Flow Logics وStrategic Flow Logics. الOperational Flow Logics أوكي، أنا أعتقد إن ما زلت في ربما وقت الرد تحسون إني أنا خرجت عن إطار سؤالكم. لا، ولكن في نفس الإطار، ولكن بدنا نعرف أكثر عن الموضوع. إيه، فاا ال operation logics أي إنسان sharp بالإنجليزي أستخدم بعض الألفاظ الإنجليزية لأني تقريبا كرست جهدي، لأن المعلومات اللي كانت موجودة عندي يا إنها كانت معلومات ملبارية من منطقة ملبار أو معلومات عربية. وملبار في عندنا عادة من يوم جاء الرسول، ملبار ما كان عندهم كتابة في الملبار، في شيء اسمه عربي مليالم، يعني ألفاظ عربية والكتاب ألفاظ ملبارية والكتابة عربية. وألفاظ كثيرة عربية أصلها تستخدم في منطقتنا مثل عربية، عيب، قاصعة، في أشياء كثيرة يعني. وابن بطوطة جاء إلى منطقتنا وجلس كقاضي في المسجد اللي على بعد 400 متر من بيتي. هذا فالإجابة كانت أن إحنا ما زلنا على الإطار اللي هو شود تخصصي. فتخصصي كيفية تقديم الحيل والابتكار والحلول للمشاكل الموجودة في الحياة. نعم، أشكرك دكتور على كلامك الرائع أيضا مرة أخرى. الآن خلينا نطلع على دبي بشكل خاص، على الشركات اللي موجودة، على الاستثمارات اللي بنشوفها كل يوم عم تكبر. أكيد بتعرف أنه كل يوم عم تطلع شركات جديدة. يعني سهل الموضوع جدا أنه إحنا نفتح شركات وأنه نستثمر أموالنا أو نستثمر علمنا، ولكن الصعب أنه نستمر أو الاستدامة. فكيف إحنا قدرنا نستمر كدكتور محمد شافي، نستمر بدولة الإمارات وبدبي بالعلم والابتكار وأيضا بموضوع البزنس؟ خبرنا كيف تميزت عن باقي الشركات. تفضل. التميز
موجود عند الكثير. نعم. حتى خارج الإمارات، ولكن أرض الإمارات بشكل خاص والخليج بشكل عام والسياسات المفتوحة لحكامها ومختلف اللي ماسكين الأقسام، فانفتاح الذهني والفهمي لديهم يسهل تطبيق الأفكار وعمل الإنتاجية. عجلة الإنتاجية لين 1984 كان في مجال الواحد لحالة إذا كان شاطر يعمل الإنتاجية، ولكن بعد 1984 دخلنا إلى عالم اسمه، أيام لين 84 كنا في عالم اسمه كلاسيكال فيلوسفي، الفلسفة الكلاسيكية. أوكي؟ ولكن مع دخولنا على 1984 دخلنا في شيء اسمه الفلسفة الكوانتم فيلوسفي. كوانتم فيلوسفي اللي هي أشرح لكم الكوانتم. وهذه الكوانتم يعتبر علم الميلينيوم، علم الميلينيوم، ولكن آفاق الكوانتم كان مفتوح في سنة 1984. أوكي؟ فإذا عرفنا شو الكوانتم خلال كم من محادثات تفتحت الأذهان وظلت عجلة الاستدامة لجميع من يدير المشاريع. فأول شيء خلينا نعمل ريادي الأعمال والمال اللي إحنا نسميها أنتربرينور بالإنجليزي. نعم. وإنترابرينور. فأنتربرينور، الأنتربرينور إنما عندك شيء اسمه أو كاتيجوري، هذا أورجانيك، شيء طبيعي. أوكي. أوكي. فإحنا الحين في وقت Artificial Intelligence. Artificial Intelligence صعب. أنا متذكر سؤالك. نعم. لكن أبغي يعني المشاهدين يستفيدون من قناة سما. أكيد. أوكي. وأنا ما يعني أسوي دعاية، المستمع ربما يفكر أوكي أنا قاعد أسوي دعاية لسما العين، العكس. أنت ما خبرتني شيء. نعم. أوكي. ولكن دام ان انتم تعبتم كل هاي الاربع تقريبا 3 أسابيع بالاتصال، وهذا اسبوعين تقريبا، صح؟ نعم. وكنتم جدا يعني متحملين وصابرين على تأجيلي. نعم. وكيف لابد اني ارجع. حبيبي تسلم لنا دكتور. اوكي. كلك زود. فالكونتم الكمي. الكونتم الكمي. الكمي. ففيزياء الكمي، ففي كونتم فيزيكس، كونتم كيمستري، كونتم كمبيوتينج، كوانتم بروسس. يعني اختصاص كوانتم بروسس. كوانتم بروسس. كوانتم بروسس. فارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي صاعد. على قد ما الذكاء الاصطناعي صاعد، اذا ما عملنا الذكاء الانساني، الذكاء الطبيعي، الذكاء الفطري برضو، اذا ما رفعناه بالتوازن، احنا بندخل عله اسمها عله الميلينيوم. عله الميلينيوم. ميلينيوم. الكمبيوتر ما يقدر يستحوذ على عمل إنسان إلا بتفكير طالب أو طفل عمره 8 سنوات، 35 ماكسيمم من قوة ذكاء طفل عمره 8 سنوات، هذا اللي بإمكان الكمبيوتر في الوقت الحاضر اللي يوصله. أما الإنسان فعقله مفتوح، مفتوحة على الناتشرال ساينس، في علم الطبيعة. الكمبيوتر اللي احنا نشوفه هنا نفس الكمبيوتر موجود في الطبيعة، صح؟ فهنالك في لغة اوكي احنا نسميها TMP، تيلي ماجنتايزنج بروتوكول. تيلي اللي هو تيليولوجي، ماجنتايزنج المغناطيسية، البروتوكول بروتوكولات المغناطيسية الغائية. ان شاء الله ما عقدناك. لا لا بالعكس، انا مركز معك. تحس انك دخلت حصه فيزياء و... لا بالعكس انا مركز معك، كلامك أوكي. يعني ممتاز. لا فيا ريت وقت ما تشوف اني تعديت الى هذا عمل لي رنه. اتفضل. اوكي. ف الكوانتم، في ايام زمان كان عندنا شيء اسمه بت في الكمبيوتر. البت على بايت، بت على بايت. ليش؟ كل بت عباره عن 0 أو 1.
بالضبط، هاي درسناها كمان بالجامعة. درستم أوكي. نعم. شو البايت؟ البايت عبارة عن المكان اللي كان يخصصه. فأنت اعتبر هنا مثلا هذه البقعة المباركة من نعم. يعني حوالي برج خليفة. نعم. أوكي. المنطقة هذه معروفة أنها منطقة برج خليفة، حتى سند الملكية صح. أول ما طلعت برج خليفة. نعم. أوكي. فهذه المنطقة اللي أساساً أيام زمان كانت معروفة للجميع، كانت المنطقة هذه تستخدم لغرض ثاني. أوكي. فيما تحول إلى يعني أكبر موقع لنشر التجارة والمعرفة والإنتاجية. نعم. ومثل هذه البقاع موجودة حتى في عاصمتنا في أبوظبي. نعم. وغيرها من الإمارات السبع اللي ثقافة يعني العاصمة الثقافية الشارقة. نعم. وإذا بدأنا في الكلام وكأننا يعني صحيح. كيف نمدح السيدات يعني. نعم. كل شيء ممدوح. نعم. المدح يطول. فعجمان وجميع بدون استثناء إمارات. فكان البايت عبارة عن أوكي 011. فالمكان المخصص لتخزين التاريخ عشان الاحتفاظ بالسعة محدودة كانوا فاتحين بس 8 أماكن 01.01.01 اللي هو معناته التاريخ 1 يناير سنة 1. هذا كله إذا عديته مع النقطة تستوي 8 اللي هو البايت. صح. فهذا هو البايت الكلاسيكي البت. فأنت اعتبر البت هنا في هذه الزاوية، بعدين تصور الزاوية يا شاطر. أوكي. البت هذه الزاوية. نعم. أوكي. مع مرور تدفق المعلومات اللي خزنت في الكمبيوتر الحاجة إلى توسع زاد. فتخيل هذه زاوية وانت رايح هنا خلاص هنا اللي هو هذا اللي احنا نسميه اكسبوننت اي ال بي ورك، اكسبوننشال اكسبلوريشنال انجينيرنج افكتيفيتي. يمكن حد من المشاهدين يقول ان هذا بس ممكن انه ما يعرفوا بالضبط، انه في بعض المشاهدين حيعرفوا، في بعض انه مثلا مش اختصاصهم او لا حتى او معلومات جديده عليهم. لا حتى لو مو اختصاص اختصاصه، لان هنالك ثمانيه في شيء اسمه شغله اسمها تايموسفير. تايموسفير. التايموسفير هذا اختصاص كل واحد دام انه هو ناوي العيش على الارض. صح 100% بتحكي. اوكي. فالتي ام بي تاني معي لتيزنبر هي المقومات الرئيسيه في اوكي اللي هو التايم ماتر بي اكس ايد والسبيس. فتواجد الفضاء او سبيس او السبيس هو اللي يحدد التايموسفير. اوكي ما ندخل وايد على اساس انه ما نعقد المستمعين. نعم. اوكي. ما شاء الله عنك دكتور علامه. لا انا مش علامه، انا طالب علم وستودنتست. حتى لو حبيت تقول ستودنتست جروب انا بكون يعني حبيبي ستودنتست يعني جروب ما شاء الله عنك اللي احنا نسميها اي دي يو. الاي دي يو عباره عن اي ال بي ورك ديجيتال يونيفيكيشن. فردا على سؤالكم شو اختصاصي؟ اختصاصي محلل بيانات، اللي هو محلل بيانات. فبالتالي في عندي برامجي للاقتصاد المستدام، فتحويل كيفية تحويل النولج تو كلتشر والكلتشر تو اكونومي. إذا المعرفة على رؤية دولة الإمارات إن الاقتصاد المعرفي، فإذا المعرفة إذا ما تحولت إلى كلتشر اللي هي الثقافة، والكلتشر تتحول إلى اقتصاد اكونومي. والكلتشر بالعربي احنا نسميها ثقافة وبالانجليزي كلتشر. كلمة كلتشر ما تكتمل إلا بي productivity building development progress. فإحنا نشتغل على مشروع اسمه في مختلف الدول، تقريبا ربط 9 دول وتسع مقاطعات من مقاطعات مختلف الدول وتسع ولايات، بمفهوم اسمه الضاحية النائية الذكية المستدامة. الضاحية النائية الذكية المستدامة اللي هي ستكون حلول لتوظيف العقول وتوظيف البشر وتوظيف الأموال.
على حسب الطريقة المستخدمة. العالم حاليا يعرفون الانترنت، انترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء، وانترنت اوف ايفريثينج، انترنت كل الاشياء. وفي المستقبل بيكون في شيء اسمه انترنت اوف اكس جي تك، اللي هو التكتل الاشياء لعجلة فلسفة الاستدامة وهندسة فلسفة الاستدامة. اليوم تعرفنا على شغلات كثير جديدة وكثير حلوة، وبنتمنى انه نجلس معك، يعني لقاء واحد لا يكفي. نعم، على المعلومات هاي اكيد لنا لقاءات ثانية معك. اكيد ان شاء الله. الان عشان وقت البرنامج دكتور، بدنا نيجي لنهاية البرنامج. بتعرف انه احنا عايشين بدولة الامارات العربية المتحدة، الدولة الرائدة بالعالم بالامن والامان، بالرفاهية والبيئة الاستثمارية اكيد. نعم. فإحنا بدنا رسالة شكر بسيطة، هاي بتترك لك إياها، لأنه أنت كثير متحدث، كلامك موزون. رسالة شكر بسيطة لشيوخ وحكام دولة الإمارات، وما ننسى نهنئهم بالعيد الوطني قبل نهاية البرنامج. بدي أترك لك الكاميرا من عندك والمايك، تفضل. ويعني الأرض الإمارات تعتبر the investment heaven and the living garden of the world. أنا بعض الألفاظ أجيبها بالعربية والإقاظ بالإنجليزية قبل العربية عشان بس هذا تشبيه بليغ اللي أنت أعطيته. نعم. investment heaven. okay. investment heaven. ولكن في نفس الوقت أنا خلال دراستي حسيت أن في أرض الإمارات more than 30 million people المفروض ما يشكلون خطر علينا علينا ككل، اللي هو المواطنين أو المقيمين. لأن أذكر 1800 إحنا كنا في الإمارات 30,000 شخص. والدي الله رحمه في 1950 يوم جاء هنا تقريبا يقدر ب 300,000. أنا يوم كنت في أول ابتدائي في مدرسة عمر بن الخطاب أوكي تقريبا 1 مليون. وليتران يعني فيما بعد أصبحنا إلى 4 ملايين، 5 ملايين، والحين 9 إلى 10 ملايين. نعم. فإحنا اللي يعني طبعاً الحكومات والحكام الحكم الرشيد للحكام الإمارات هم اللي يقررون القرار الصواب. نعم. أوكي. ولكن أنا كطالب علم اللي أحس إنه 30 مليون تعتبر من الأمن المائي والأمن الغذائي وما شابه ذلك. ورسالة شكر كيف؟ رسالة شكر هذه لحالها تحتاج على الأقل 8 حلقات. حبيبي تسلم لي. أوكي. تسلم لي. فأول شيء نشكر صاحب السمو الشيخ خليفة. نعم. حفظه الله، ونائبه الرئيس الشيخ محمد بن راشد، اللي هم أصلا اللي فتحوا لنا آفاق التفكير. نعم. وكيفية ريادة بمختلف المهن اللي لديك. وولي العهد الشيخ محمد بن زايد، وبحكمته حفظه الله، وبحكمته السديدة كيف الجسر العربي العبري والانفتاح. والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله، وشيوخ جميع شيوخ الإمارات. نعم. سواء من عجمان وأم القوين وراس الخيمة وإلى الفجيرة. أشكرك على كلامك الرائع. ولا أنسى منطقة العين. نعم. أنا في فترة من الفترات درست في منطقة العين. نعم. وكنت أسكن عند خالتي فاطمة وأمي. نعم. اسمها حليمة. بنوجه لهم رسالة شكر طبعاً على رشاشتنا. نعم. ومع أني أوردي يعني تكلمت عن والدي الحاج عبد الله حاجي موسى المعروف في الهند وبعض الأماكن هنا، ووالدتي حليمة، وأشكر جميع أخواني وأخوتي اللي دعموني في أمور كثيرة، وزوجتي رشاء، وأولادي ماجد وعبد الله وأمين وحامد عادل، والخامسة فاطمة ريم البنت. ما شاء الله، الله يخلي لك عائلتك يحفظهم. أكيد أنتوا يعني البركة فيكم كيفية إخراج، لأني أنا من النوع الواحد يحس إنه تشتت، بس اسمعني أنا لا موجود في التشتت، ولكن
إذا حركت النوفسة، إذا أنت ما نسيت موقعك من الصفر إلى النوفسة الكبرى، ولا بد أن محور الأفكار تدور في صح. رأسك حتى يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، تفائلوا بالخير تجدونه. فالواحد إذا على حسب إنما الأعمال بالنيات، ففي أشياء كثيرة الإنسان بإمكانه في دائما. إذا سألنا المستمع أي سورة نزل في القرآن أول مرة، مع أن هذا مو محله، اقرأ. إذا سألناه ثاني سورة أكثر الناس مش يعرفون، نعم. اللي هو ثاني سورة كان نون. أكيد النون من طبعا هذا النون حرف في ميتافيزيكس يعني غيبي، ما حد يعرف معناته، ولكن من الأنية اللي إحنا نقدر إنها جاي من النية، والنية الصادقة تفتح الآفاق. صح، أشكرك يا دكتور، أشكرك. والكلمة الثانية من النون نحب، نحب اللي هو النية الصادقة والحركة السديدة ح والبركة. فالحركة السديدة البركة من الله إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك يا دكتور على كلامك الرائع، إن شاء الله دائما بتشوفك متألق ومبتكر، وبتشوفك دائما بأعلى المراتب، لأنك أنت إنسان بتستحق النجاح وبتستحق أنك تكون تأخذ لقب علامة. أنا كثير تشرفت بتواجدي عندكم الآن، وأنا بوعدك أنه كل فترة نعمل لك زيارة، وهذا شرف لنا دكتور. وهذا شرف لنا أننا نستقبل ناس ما شاء الله يعني على الأقل يفهمون تقريبا يعني مثلا من الألفاظ والأشياء اللي أنا اليوم تحدث معكم تقريبا كم بالمية يعني كانت واصلة دايركت يعني مباشرة عندكم. احنا وصلنا المعلومة 100%، وإن شاء الله احنا بنتمنى انها تصل للمشاهدين. وهذا هو يعني كيفية الأداء اللي انتم مستمرين في شغلة اسمها Life Continuity. فإذا انت ما عارف Life Continuity Protocol ما تقدر تعرف Business Continuity Protocol. صح. الناس ليش تخرج الحين كل واحد يجي لك، فأنا ما كملت من ساعة لأن كل فصل إذا دخلت تدخل وتدخل وترجع مرة ثانية على نفس السنترال. ففي عندك الأو كاتيجوري، هذه الأورجانيك الطبيعي، أوميجا ألفا بيتا جاما. فالأنتربرنور إنما هو الشخص اللي يكون يا إنه مولود كأنتربرنور، وحتى الأنتربرنور بإمكانه ننشئ الأنتربرنور بالتدريب المستمر لثمان سنوات احنا نكون. فالاو كاتيجوري اوميجا الفا بيتا، ففي انواع معينه من ريادي الاعمال ورياده ريادي الاعمال والمال وريادي الاعمال. جزاك الله الف خير يا دكتور، ان شاء الله دائما بنشوفك. شكرا جدا. تسلم. مشاهدينا الكرام، الى هنا نختم حلقتنا لهذا اليوم. كان معنا الدكتور محمد شافعي صاحب مجموعه اللي هي TCN للتجارة العالمية. انتظرونا كل جمعة وسبت على قناتكم سما العين وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.